وتنضم إلينا كارولين روز رئيسة معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسات. أهلا بك كارولين، كيف تتابعين ردود الفعل من داخل الولايات المتحدة على طلب مدعي عام الجنائية الدولية استصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين؟ أعتقد أن القرار من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تم استلامه بشكل إيجابي وسلبي في الولايات المتحدة. بالطبع كان ثمة مشرعين لا سيما في مجلس النواب الأمريكي الذين أعربوا عن استيائهم وعن غضبهم مقابل هذا الطلب، لا سيما ممثلين مثلا توم كوتون وغيره من المشرعين. ليس فقط أعربوا عن استيائهم ولكن هددوا أيضا بفرض عقوبات ليس على المدعي فقط ولكن على موظفين آخرين من المحكمة الدولية، وثمة تهديدات وتحذيرات أن الولايات المتحدة ستقوم بتدابير، أن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة بطرق عدة. ولكن هذا يظهر أن الكثير من المشرعين الجمهوريين يدافعون بشدة عن ما يعتبرونه تحقيق في جرائم الحرب ضد إسرائيل. بالطبع كان ثمة بعض المشرعين الديمقراطيين الذين أعربوا عن دعمهم لهذا الطلب، ولكن من الواضح أن الكثير من المشرعين الجمهوريين الذين بالطبع لديهم تأثير هائل على مجلس النواب قد يحاولون ويمضون في تدابير عبر مجلس النواب وعبر عبر الكونغرس، وهذا ظاهر جدا. كما ذكرت كارولين، هناك الأغلبية تؤيد فرض عقوبات على المحكمة، إلا بعض أن المشرعين الديمقراطيين يرفضون ذلك. ولكن ما سبب أن يعلن تشاك شومر رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، وهو الذي انتقد نتنياهو كثيرا وسلوكه في هذه الحرب، ما سبب دعمه لنتنياهو الآن ورفضه أيضا لقرار المدعي العام؟ أعتقد أنه حاليا في الولايات المتحدة ثمة مظاهرات في حرم الجامعات حيال التعامل مع الجماعات الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين، وبالطبع لدينا الكثير من الدعم القائم لإسرائيل وهجومها في غزة وفي عملياتها في غزة، ليس فقط في رفح ولكن في قطاع غزة. وأعتقد أن في نهاية المطاف سنرى الكثير من المشرعين الديمقراطيين يتأرجحون حينما يتعلق بمدى الدعم لإسرائيل المستفيد، لا سيما في العام الانتخابي. لا يزالون يحاولون إيجاد المسائل المفتاحية أو الولايات المفتاحية حيال هذه المسألة، ولقد شاهدنا مظاهرات هائلة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وأيضا ثمة تعبير متزايد في نفس الوقت عن الدعم لإسرائيل، وهذا يضع الكثير من المشرعين الديمقراطيين كشاك شومر في موقف صعب جدا لمحاولة تحديد ما سيكون شعبيا بين الناخبين وما سيكون ملائما للسياسة الخارجية الأمريكية، ولا أعتقد أن لديهم إجابة واضحة حتى الآن. بالفعل على ما يبدو الإدارة الأمريكية وحتى المشرعون الأمريكيون في موقف حرج الآن، لكن كيف يمكن أن يؤثر ذلك على موقف إدارة بايدن داخل الولايات المتحدة، وهو الذي يستعد الآن لخوض الانتخابات، وكما ذكرت التظاهرات في الجامعات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة تكبر يوما بعد يوم، وحتى عند ذهاب بايدن إلى جورجيا قبل أيام تابعنا حجم الاعتراضات على سياسة بايدن الخارجية وعلى موقفه من السلوك الإسرائيلي في هذه الحرب؟ نعم، الأمر يصبح أكثر وضوحا أن غالبية الجمهوريين يدعمون العملية الموسعة لإسرائيل في هجومها في قطاع غزة ضد حماس، والسياسات الديمقراطية متجزئة أكثر من ذلك. فإدارة بايدن مضت في هذا الدعم لإسرائيل، ولكن أيضا قامت بوضع بعض القيود على هذا الدعم، وأيضا حذرت حكومة إسرائيل
إسرائيل أن بإمكانها أن تحد من مساعدتها العسكرية لإسرائيل وزيادة المساعدات الإنسانية، وأيضا عرضت المساعدات الإنسانية للجماعات الفلسطينية عبر بناء هذا الرصيف وعبر محاولة إيجاد معابر جديدة لجمع الطرفين. أعتقد أن في هذا العام الانتخابي إدارة ترامب بنظري إلى حملة ترامب وليس إدارتها أشارت إلى أنها ستدعم إسرائيل مهما كانت الكلفة لذلك، وأعتقد أن في نهاية المطاف في هذه الحملة حملة ترامب سيكون باعثة لرسالة أقوى، حيث أن رسالة إدارة بايدن تحاول إرضاء عدة فئات، وربما رسالتها قد ينظر إليها على أنها مجتزئة بالمقارنة مع حملة ترامب والجمهوريين. هذا بالنسبة للداخل والموقف من الانتخابات، ماذا عن الضرر الذي سببته هذه الحرب الإسرائيلية لسمعة ومكانة الولايات المتحدة في الخارج في العالم؟ أعتقد أن هذا بالفعل كسر أو أذى السمعة الإسرائيلية دوليا ولكن أيضا إقليميا. هذا عكس وقد يكون المسمار في النعش الأخير للتقارب بين البلدين، بين إسرائيل والسعودية، ولا سيما التطبيع من الصعب جدا تحقيقه بعد حجم الدمار في غزة، وحتى للولايات المتحدة هذا يصبح ثقلا كبيرا على أجندتهم الخارجية، لا سيما وصمة سوداء للتاريخ. إذن في نهاية المطاف سيكون من الصعب جدا ليس فقط لحكومة نتنياهو ولكن أيضا لإدارات المستقبلية التي ستحكم إسرائيل في الأعوام المقبلة، سيكون وصمة سوداء في التاريخ حيال ما حدث في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك كارولين روز رئيسة معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسات.